هسه راح نروح على مكان اسمه هي هاي الأيقونة show deformed shape حتى نشوف ال deflection، نشوف التغيرات اللي تصير بالمبنى بعد التحليل. هاي موجودة بنفس المكان بنفس الشي display. هنا عندنا deformed shape، يا هي تختارون عادي راح افتحلكم هاي الشاشة، راح نختار منها حالة الورك اللي موجودة بالكومبو، تذكرون احنا عرفناها. اذا ما كان عندكم هنا الوان ظاهرة فعلون هاي draw contours on objects، راح تظهر عندكم الوان. راح نختار الازاحة العمودية حتى نشيك الديفليكشن، apply. مثل ما تشوفون ظهرت عندنا الالوان، وحاليا القيم اللي تطلع لنا هي قيم الإزاحة الموجودة. نحنا نختار منها قيم إزاحة باتجاه الزد. راح نستفاد منها، راح نستفاد منها بقياس الديفليكشن. نفس الشيء الألوان هنا موجودة تدل على الإزاحة الموجودة. زين أوكي، إحنا شلون نعرف الديفليكشن مالتنا مسموح به ضمن القياسات المضبوطة لو أبر الحد؟ أكيد راح نروح للـ ACI code، الجدول اللي شفناه قبل هاي المحاضرة، وراح نشيك منه. وهسه شوفوا شلون راح نروح للـ ACI code، نفتح ACI code، راح نروح الفقرة فاتحة عليها هو. أوكي، هاي الفقرة 24.2.2 اللي تحدد لنا قياسات الديفليكشن المسموح بها. شو راح نختار منها؟ ممكن أنتوا تشيكون اللايف لود همينة، أنا راح أشيك هاي الفقرة اللي هي live load و dead load. عندنا L على 480 هي شنو؟ للطوابق، والأخرى L على 240 هاي تخص السطح الروف. إذن نخلي ببالنا إنه راح نستعمل ياهي منهم للأسطح L على 240، لل طوابق L على 480. شنو هاي ال L؟ هي المسافة الأطول من سنتر إلى سنتر الأعمدة. نرجع للـ A tabs نشوف وين عندنا deflection. هنا عندنا deflection، هذول كلهم أعمدة مثل ما تشوفون، قيم كلش صغيرة. ليش ماينس؟ لأن أكيد النزول يكون للأسفل عكس الـ Z، بعدين يكون ماينس. عندنا أكبر قيمة هي 6.3. هنا أشكال عندنا use Z 2.3، هنا ما اكو اصلا بنفسجي. اذا مفروض التو 6.3 موجوده بمكانها هنا، هاي 6.3، هاي النقطه هي 6.324. اوكي، هسه راح نشيكها حسب المعادله. حاسبه ايش راح نسوي؟